لدينا خبر سعيد، سيصبح لديك أخ. دندوني! ماذا؟ أخ؟ أخ يا قلبي! السلام عليكم، أنا مريم حمد وأمثل شخصية دانا في مسلسل فطينة. نريد أن نلعب في الحديقة. هل جننت يا فطين؟ إذا لعبت في الحديقة ستتبخر بسبب أشعة الشمس. شخصية دانا هي إن دوم تعصب على أخوها ودوم تتضارب معه لأنه ما تحبه وايد، لأنه هو أول ما هو يا خلاص كل شيء، كل أمها وأبوها دوم يركزون عليه ما يركزون عليها. هي قبل كانت ملكة البيت، الحين بعد ما هو يا خلاص كل شيء راح عنها. ماذا تفعلون؟ اتركوني! كيف اختاروني؟ هو كنت رايحة أن أجرب أداء لأنه ما كان عندي شيء أسويه، فقلت خلني أجرب يمكن يختاروني أو شيء. بعدين رحت هناك، بعد جربت سويت صوتي وجربوا صوتي وطلع لنا حلو صوتي، إن أنا شاطرة. بعدين اتصل علي بعد أسبوع أو أسبوعين قالوا لي إن أنا بكون في الجزء الأول والثاني من فطين. كان المنزل لي وحدي أنا، حبيبة أمي وأبي. شخصية دانا تشابهني بشيئين، أول شيء الويه مرة تشبهني يعني زين شعرها زين، وثاني شيء إنه تقريبا إنه يوم تمثل شيء إنه تكره مرات أخوها، إنه ما تكره إنه تتضارب معه وإنه دوم تسوي مشاكل. هذه أنا في البيت عشان ملل في البيت يعني ما في شيء أسوي فأتضارب. إنه هو التجربة ما كانت وايد صعبة، لكن ما كان عندي وايد enough sleep، إنه لأنه كنت أقوم الساعة 9 الصبح لازم أكون منك، بعدين إنه نسجل حق تقريبا يوم كامل عشان 9 في الليل نرد البيت. لكن يعني كانت إن هي تجربة حلوة، لكن ما كان عندي وايد enough sleep، لأنه آكل أقوم بعدين أروح بعدين آكل بعدين كله آكل أقوم أسجل.